مساء الخير وأشكركم على دعوتي إلى استوديوكم اليوم. لقد كان هناك الكثير من الاهتمام بسوق السندات الإسلامية خلال هذا العام، وهذا بسبب الطلب على المشروعات وإنشائها في قطر لعام 2012، حيث أن هناك 200 مليار دولار كإنشاء للمشروعات الخاصة بقطر، وكان هناك الكثير من مشروعات الإنشاء في المملكة العربية السعودية تقدر ب 220 مليار دولار، وذلك خلال العامين القادمين. وهذا أيضا قد حفز الطلب على السكوك، وكان هناك الكثير من الإنشاءات وإعادة الهيكلة، وأيضا قامت قطر بإصدار 300 مليار دولار كسندات من قبل البنك المركزي هناك للإيفاء بطلبات السوق، وكان هناك إصدار في الأردن واليمن وإيران خلال هذا العام. كيف وجدتم ضمن هذا التقرير الإقبال على شراء هذه الصكوك من قبل الأسواق الخليجية بشكل خاص؟ لقد شهدنا الكثير من الطلب، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية، وأيضا هناك مشكلة تواجه الأسواق العالمية وبالنظر إلى المنطقة، فإن لقد شهدنا الكثير من من يرغبون، حيث أن هناك سكوك لإعمار ب 500 مليار دولار، والتي تم إصدارها وشرائها عدة مرات، وكانت الصكوك الإسلامية بحوالي 450 مليار دولار، ولقد كان تم شرائها جميعا في ليلة واحدة، وهذا مهم جدا بالنسبة للأسواق العالمية. نعلم جيدا بأنه كان حوالي قرابة 11 دولة قامت بإصدار الصكوك منذ بداية هذا العام. ماليزيا تأخذ النصيب الأكبر في هذه الإصدارات، قرابة 69% حسب التقرير. كيف تستطيع الصكوك الإسلامية الخليجية أو في الدول الأخرى أن تنافس الصكوك الماليزية؟ لماذا السمعة الجيدة للصكوك الماليزية وطبيعة إصدارات الصكوك الماليزية تكون ناجحة بشكل فاعل وهذا الحجم الذي يطغى على السوق العالمي؟ لقد كان هناك الكثير من الإصدارات في ماليزيا، وأيضا بسبب الدعم الحكومي، وحيث أنها تقوم بدعم الأدوات الإسلامية، وأيضا الحوافز الخاصة بالضرائب، وأيضا النظام القانوني الجيد والسلطات القانونية الجيدة هناك، وهذا ما يدعم أيضا سوق الصكوك حتى ينمو. وأيضا هناك استقرار سياسي في ماليزيا، وأيضا فإن البنك المركزي هناك يقوم بتوفير الكثير من الحوافز للإصدارات هناك، وهناك الكثير من السيولة أيضا التي تحفز النظم هناك، ومعظم ذلك يتم معظم هذه السيولة يتم إدراجها هناك. وهنا نعتقد أن دول الخليج تحتاج إلى نوع من بعض الحوافز الضريبية ومزيد من الحوافز القانونية من قبل الحكومة، وهذا ما سيدعم السوق هنا. وأعتقد أيضا أن هذا لقد شهدنا أيضا من الإصدارات من قبل بنك أبوظبي الوطني، أنه قام بإصدار صكوك في ماليزيا، وذلك لسهولة إصدار الصكوك هناك. وبالتالي شهدنا أيضا في الكويت أن أيضا المجلس الاستثماري هناك قام بإصدار في ماليزيا، وذلك بسبب السهولة والاستقرار السياسي هناك. وبمجرد أن تقوم الحكومة بتوفير التسهيلات للشركات، قد نشهد مزيد من الإصدارات في دول الخليج، وكما يحدث في ماليزيا بالضبط. حاليا في العالم أجمع، ما هو حجم الصكوك أو قيمتها إذا استطعت أن التقرير أن يبرزها؟ ما حجم الصكوك الخليجية أو العربية بشكل عام من إجمالي الصكوك العالمية؟ إن الحجم الإجمالي بحوالي 63 مليار دولار، ومن ذلك شهدنا أيضا في التسعة أشهر الأولى 3 مليارات دولار، وأيضا هناك 25% أو دول الخليج تقدر بحوالي 25% و60 مليار دولار من دول الخليج. أنت ذكرت أنه هنالك شأن داخلي بالنسبة لبرنامج الصكوك، يعنى بسهولة إطلاقها ل
لذلك يلجؤون إلى ماليزيا. ولكن يبدو أن هنالك عوامل خارجية ربما تلعب دور كذلك في تأخير إطلاق الصكوك أو تأخير نشاطها. أهمها الأسباب الأمنية السياسية التي مرت على المنطقة. هل وجدتم ضمن تقريركم أنه تأثر سوق الصكوك في المنطقة العربية جراء الأوضاع الأمنية التي مرت فيها؟ لقد شهدنا بعض التباطؤ في الإصدارات، حيث كنا نتوقع بعض الإصدارات من اليمن مثلا، ولكن بسبب القضايا السياسية وعدم الاستقرار السياسي شهدنا حصة واحدة تم إصدارها في اليمن، وأيضا عدم الاستقرار في البحرين قد أخر بعض الإصدارات، وهذا هو السبب، وهذا أثر على سوق الصكوك في دول الخليج. وبالتالي شهدنا في ماليزيا أيضا، نشهد في قطر أيضا أن البنك المركزي القطري قام بذكر أنه في العام القادم سيقوم بإدراج الصكوك في البورصة القطرية، وهذا شيء إيجابي، وإلا أنه بسبب التباطؤ في منطقة الخليج شهدنا أيضا إصدارات للشركات من خارج دول الإمارات مثل إعمار وصكوك نخيل، وأيضا في البنوك والتي سوف يتم إصدارها والتي تم إعلانها في الأسواق، وأيضا سوف نشهد بعض الإصدارات في المملكة العربية السعودية وقطر. نعم، نتحدث عن أبرز الإصدارات هذا العام، سواء التي مرت في 9 شهور الماضية أو ما نتوقعه حتى نهاية هذا العام. التقرير يفيد بأن السعودية لديها إصدار أرامكو السعودية على ما أعتقد ضمن التقرير، تقدم أقوى إصدار لديها في الصكوك، حدثينا عنه. القيمة أعتقد مليار دولار أمريكي. إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن يكون هناك مشروعات كبيرة للإنشاء بحوالي أو التي تقدر بصكوك تقدر ب 220 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، وأيضا في أرامكو هناك صكوك أرامكو، وأيضا سيكون هناك الكثير من إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى تمويل هذه المشروعات في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إصدار الكثير من الصكوك هناك.